الراديو 90 90 هواها مصري. لسه معاكم سالي سعيد، صباحكم مطرحك على الراديو 90 90. وزي النهاردة 17 مارس ذكرى ميلاد فنان الشعب سيد درويش سنة 1892. اسمه الحقيقي السيد درويش البحر، من مواليد اسكندرية، وكان بيشتغل في الفرق الموسيقية وكان بينشط مع أصحابه، أصحابه اللي هم الشيخ سلام حجازي والشيخ حسن الأزهري. دخل المعهد الديني في اسكندرية سنة 1905، اتجوز وهو عنده 16 سنة وبقى مسؤول عن عيلة، فكان مضطر ان هو يشتغل عامل بنا، وكان وهو يعني بيشتغل عامل بنا يعني كان بيغني. ففي صدفة كده حصلت في حياته غيرت له مجرى حياته خالص، وهو ان امين وسليم عطلة، الاخين امين وسليم عطلة، كانوا يعني بيشتغلوا في الفن ساعتها، كانوا قاعدين في قهوة قريبة من المكان اللي هو كان شغال فيه كبنة يعني، فسمعوه وهو بيغني فعجبهم الصوت جدا، واتفقوا معاه ان هو يعني يسافر معاهم رحلة فنية كده للشام سنة 1908. هناك بقى اتعلم حاجات كتير، او اتعلم ان هو يعزف على العود، اتعلم يكتب نوت موسيقيه ولحن كمان، يعني رحله الشام دي كده بيقول فتحه خير عليه يعني. لحن هناك كمان اول ادوار عملها في مسرح يا فؤادي ليه بتعشق، ده كان دور مهم قوي عمله هناك. وفي سنه 1917 انتقل للقاهره وكان بيلحن لكل الفرق المسرحيه اللي كانت في شارع عماد الدين تقريبا، زي فرقه نجيب الريحاني، فرقه جورج ابيض، علي الكسار، لحد ما قامت ثوره 19 واللي غنى فيها الاغنيه الشهيره قوم يا مصري. ورغم ان سيد درويش توفى في سن صغيره 31 سنة، الا انه خلال حياته القصيره دي قدر يعمل مجموعه من الروائع اللي فضلت عايشه ما بيننا لحد دلوقتي، عشرات الادوار، اكتر من 40 موشح، 100 طقطوقه، 30 روايه مسرحيه واوبريت. وتوفى سيد درويش يوم 10 سبتمبر سنة 1932.